واحد أمين. بنعمة ربنا هنبتدي سلسلة جديدة مع بعض في تأملات في مزامير صلاة الغروب الساعة 11، لأنه ده يشجعنا على الصلاة بالأجبية، والحاجة الثانية تخلينا لما نصلي نبقى فاهمين الحاجة اللي احنا بنصلي بيها، وعشان نتعزى بكلمة الله. فهنبتدي بأول مزمور في الأدبية، مزمور 116 في الكتاب المقدس، مزمور 117. كنت أتمنى أن كل واحد كان يبقى معه الأدبية بتاعته وياخد زي نوتس بسيطة كده لنفسه، لأن ده هيساعده علشان يفضل فاكر لما يجي يصلي المزامير. الفرق لأنه هتلاقوا حتى بعض الكلمات في الأجبية مختلف شوية في الترجمة عن الكتاب المقدس، لأن المصدر اللي ترجم منه الكتاب المقدس غير المصدر اللي ترجم منه الأجبية. يعني في الأجبية بنعتمد كتير على الترجمة السبانية، في الكتاب المقدس مش إحنا اللي مترجمين الكتاب المقدس، فبيعتمدوا أكتر على اللغة العبرية. في مزمور 116 ده ومزمور 117، أول حاجة عايزكم تبقوا عارفينها عنه إنه ده أصغر مزمور، مش أصغر مزمور بس، أصغر إصحاح في الكتاب المقدس. أصغر إصحاح في الكتاب المقدس، عددين فقط. المعلومة الثالثة اللي تعرفوها عنه إن ده السنتر، ده المركز بتاع الكتاب المقدس، يعني اللي قبليه يساوي اللي بعديه. لو انت بتقرا الاسفار القانونيه الثانيه في كتاب ثاني منفصل، يبقى ده المركز. وهو في الحقيقه يستحق ان يكون هو المركز، لانه مزمور صغير لكن كبير في معناه. عارف لما تقول على حاجة ما قل ودل، ما قل ودل، ولأنه بيبتدي بالتسبيح، سبح الرب يا جميع الأمم، سبح الرب يا جميع الأمم. بيقول في سفر زكريا إصحاح 2، ترنمي وافرحي يا بنت صهيون. احنا جايين الكنيسة عشان نرنم ونسبح ونبتهج ونفرح بالله. تقول لي بس ده انا النهاردة كان عندي مشاكل، اقول بس هنفرح بربنا. الفرح ربنا يغطي على كل تعب عندك، فرحتك وشعورك بالله في قلبك يغطي على أي مشاكل أو أي قلق أو أي حاجة تكون شغلاك. الحاجة الثانية كمان، سبح الرب يا جميع الأمم. مرات الواحد يبقى يتأمل فيها، يقول لك الدنيا دي مش كل الناس فيها نفس التوقيت، عشان كده تلاقي تسبيح ربنا ده على مدار الساعة، لأن اللي بنصليه احنا دلوقت في ساعة توقيت مختلف عن اللي بيصلوه في مصر، اللي بيصلوه في استراليا، اللي بيصلوه هنا، صلوه كانوا في نيويورك، اللي بيصلوه. فتلاقي تسبيح ربنا ده على مدار الساعة. سبح الرب يا جميع الأمم، سبح الرب يا جميع الأمم. وهو دعوة لكل الشعوب. الكلام ده مكتوب في العهد القديم، ولكن بالرغم من كده بيتكلم على العهد الجديد، لأن في العهد القديم كانت قاصرة على مين؟ على شعب إسرائيل. لكن لا، دي دعوة للأمم، سبحوا الرب يا جميع الأمم.
وتباركوا ايه؟ كافة الشعوب شرق وغرب شمال وجنوب. والإنسان الروحي بيفرح لما يلاقي الناس عارفة ربنا. أقول لك المحبة لا تفرح به بالاسم بل تفرح به بالحق، بل تفرح بالحق. أقول لكم مرات الواحد يبقى مسافر مكان كده ولا حاجة ويلاقي حد مثلا بيرشم الصليب يبقى فرحان، تلاقي حد بيصلي، تلاقي حد بيذكر ربنا. أقول لكم على حاجة تانية كمان بتفرح الواحد، لما تسمع واحد بيجي مسيحي، واحد آمن، ويمكن أنت شخصيا ما تعرفهوش، لكن بتفرح، بتفرح إن الناس تعرف ربنا، الناس تصلي ربنا، الناس تسبح ربنا. فهو دعوة لكل البشر، بيرتفع عن موضوع الناشوناليتي والريس والكالر، يتخطى الأجناس، يتخطى الأجناس. دعوة للبشرية، سبح الرب يا جميع الأمم، ولتباركوا كافة الشعوب، ولتباركوا كافة الشعوب. ده أول عدد. في عدد تاني ويبقى خلاص المزمور، بس بيركز كل الحاجة في آيتين، في آيتين فيهم الكفاية. فبيوري إن الصلاة مش بكثرة الكلام. فإحنا عندنا مزمور صغير جدا عددين، عدي مزمور تاني وتلاقي مزمور 119 176 عدد 22 جزء. طب عايزين نقول ايه من كده؟ ان الصلاة مرات تبقى صلاة صغيرة قصيرة، ومرات الصلاة تبقى صلاة طويلة، وانت محتاج انك بتعمل الاثنين. طول اليوم الواحد مرات يرفع قلبه كده ويقول لك ايه يا رب خلصني، يقول توبني يا رب فاتو، وقل طهرني يا رب فاطهر، يا رب ارحم. وتيجي مرات تصلي القداس وتقعد بالساعات، ودي محتاجها ودي محتاجها، زي ما انا محتاج مزمور 117 ومحتاج مزمور 119، محتاج المزمور الصغير خالص ومحتاج المزمور اطول مزمور. ففي صلاه قصيره وفي صلاه ايه طويلة، في صلاة سهمية. وبرضه حتى في العظات مرات تلاقي عظات طويلة خالص، ومرات تلاقي كلمة منفعة. كلمة المنفعة دي بالعدد تبقى ايه؟ جملة، وتستفيد بيها وتتعلم منها. هل ده يغني عن عظات طويلة؟ لا. تروح مثلا لما نروح في الكليريكية أما ندي 9 ساعات محاضرات في اليوم الواحد، 9 ساعات محاضرات في اليوم الواحد، وتيجي تلاقي مثلا عظة زي في العشية هنا بناخد لنا نص ساعة، عظة في القداس بناخد ربع ساعة تلت ساعة. محتاج لدي ومحتاج لديت، محتاج لديت ومحتاج لديت. فالمزمور ده تشجيع للآخرين على تسبيح الله، تشجيع للآخرين على تسبيح الله. ودي تخليك تفتح قلبك إنك أنت عايز وبتطلب من الله، وحاطط في قلبك يا ريت كل الناس دي تعرف ربنا. اللي معاك في الشغل، الجيران بتعوتك، الناس اللي أنت بتتعامل معاهم. القديس بولس الرسول بيقول لك لو أخلص على كل حال قوم، لو أخلص على كل حال قوم. وما تفكرش انك انت نفسك لوحدك. إيليا النبي فكر ان هو لوحده، فربنا قال له ده في 7000 ركبة لم تكسوا للبعل، انت ما تعرفهمش بس انا عارفهم،
انت ما تعرفهمش بس نعرف. انتوا عارفين المزمور ده نبوة. سبحوا الرب يا جميع الأمم. لما يقول الكلام ده واحد يهودي في العهد القديم يقول له ازاي؟ وتباركوا كافة الشعوب، لأنه رب المجد لما كان داخل أورشليم في حد الزعف والأطفال بيسبحوا، فالفريسيين قالوا له ايه؟ قول لتلاميذه يسكتوهم. تقدر تقراها في انجيل لوقا 19، قالوا قول لتلاميذك يسكتوهم. فرب المجد قال لهم حاجه انت ما تاخدهاش بالمعنى الظاهر بتاعها، خدها بالمعنى الروحي. قال لهم ده لو سكتوا هؤلاء هتصرخ ايه؟ الحجاره. دي مش بيقولها ربنا من باب المبالغه، ومش بيقولها من ربنا انه عايز الحجاره اللي في الجبال تسبح ربنا. ده بيتكلم على البشر، الناس اللي قلوبها كانت زي قلوب حجريه زي الحجر، هي دي اللي هتسبح ربنا. معقوله؟ يقول لك ربنا هيغيرهم. القديس يوحنا ذهبي الفم يقول لو انت عايز دليل على الايه دي بيتكلم على ايامه، بيقول امشي في بريه مصر. انت عارفين البراري الجبال عندنا في مصر كان فيها الوف الرهبان، ما تفكروش في الاعداد دلوقت، دي كانت بالالوف. الوضع اتغير. ده القديس الانبا بخوميس في الصعيد اسس 9 أديرة، ده في أديرة كتير اندثرت. كان في اباء في البراري وفي الجبال وفي المغارات ما يتعدوش. دول اساسا احنا امم، احنا حجاره، قلوب حجريه اتغيرت، وبيجوا اولاد لابراهيم وما يسبح ربنا، لان المعمدان قال لهم الله قادر ان يقوم من الحجاره اولاد لابراهيم. الله قادر ان يقيم من الحجاره اولاد لابراهيم. فاللي انا بقوله لكم ده دلوقتي عشان تتخيل. انتوا عارفين حتى من ضمن الحاجات، عارفين منطقه المغرب والجزائر وتونس دي ايام القديس اغسطينوس؟ جه وقت مره عملوا اجتماع في المنطقه دي للاباء الاساقفه، اجتمعوا كده كام اسقف، 600 أسقف من الجزائر والمغرب وتونس. خليك تتخيل ان الوضع كان ايه. ده داخل للواحد، سبح الرب يا جميع الأمم وتبارك كافة الشعوب. يقول في تثنية 32 نبوة، تهللوا أيها الأمم شعبه. أنتوا شعب الله. في العهد القديم كان معروف مين شعب الله؟ إسرائيل. تهللوا أيها الأمم شعبه. عشان كده القديس بولس الرسول في رسالة فيلبس 2 يقول باسم يسوع تكسو كل ربة في السماوات وفي الأرض وتحت الأرض، في السماوات وفي الأرض وتحت الأرض. في سفر زكريا 2 اللي أنا قلته لكم ترنم وافرح يا ابنة صهيون، ده بيتكلم على ابنة صهيون بس بنفس الأصحاح يقول إيه؟ فيتصل أمم كثيرة بالرب. طب وانا بقول لكم الكلام ده ليه؟ عشان تمجد ربنا، عشان تفرح بعمل الله، عمل الله في الشعوب. لان واحد كان مرات يعدي على بلاد، يعدي على منازل وشوارع يقول لك خساره، الناس دي مش عارفه ربنا، الناس دي مش عارفه المخلص، الناس مش بتفكر في ابديتها. وتروح بلاد تانية تلاقي كنايس، وتلاقي ناس مسيحيين، وتلاقي ناس معاهم الكتاب المقدس، وتلاقي ناس بتصلي لربنا. يقول يتصل أمم كثيرة بالرب في ذلك اليوم ويكونون لي شعبا، في زكريا 2. وزكريا 14 يقول احمدوه يا كل الشعوب، احمدوه يا كل الشعوب، مش انت لوحدك. ويقول برضه في نفس
الإصحاح في زكريا 14، ويقول أن كل الباقي من جميع الأمم الذين جاءوا على أورشليم يصعدون من سنة لسنة ليسجدوا للملك رب الجنود وليعيدوا عيد المظال. عيد المظال ده كان لليهود بس؟ هل احنا بنعيد عيد المظال؟ بنعيده بس بالمعنى الروحي، لان في العهد القديم ده كان ظل. عشان عايز تعرف تعيده ازاي بمعنى روحي، بقول لكم حاجات برضه علشان تبقى عارفها في تفسيرك للكتاب المقدس. هل عيد المظال ده مذكور في العهد الجديد؟ لا، في الاول نبتدي، هو فين في العهد القديم؟ لويين اصحاحات كام؟ 23 و24. لويين 23 و24. ليه انا بقوله لكم؟ عايزك تبقى عارف درس الكتاب المقدس. ايه اللي بيخلينا مرات كتير يقول لك ايه؟ قريت الكتاب المقدس تقيل علي، لان مش مركز، مش حاطط الحاجه في بالي. لو ما احط الحاجه في بالي وانا اعرف معلومه بمسك فيها. يعني انا لو مكانك، لو انت مش عارف الاعياد السبعه بتاعت العهد القديم، انا هرجع للآدي اقرا لويين 23 و24، هلاقي عيد المظال واحد منهم، وهتقرا عنه وهتفرح، هتتبسط، وهتعرف حاجات ما كنتش عارفها. شعب اسرائيل هو من اسمه مظال، يعني ايه مظل؟ خيمه. الناس بتسيب بيوتها وتقعد في خيمه. طب ما عندنا بيوتنا. اقول لك لا، اقعد في خيمه عشان تعرف ان البيت ده انت هتسيبه كده كده، هتسيبه وانت غريب، وقعد مجرد خيمه لمده اسبوع كده، فتعرف انك كنت غريب وانت ما زلت غريب، واحنا غرباء وبنعيش بماده ان احنا سوجورنرز بيليجرامز، احنا غرباء، فما بتتمسكش بالارض كتير. عيد المظال ده كان عندهم ايام رب المجد كده، يروحوا يولعوا منارات النور، كان يسموه عيد الانوار. وكان عندهم، اقول لك، اللي ما شافش فرحه عيد المظال ما شافش فرحه في حياته. انا كنت بقول لكم ده موجود في العهد القديم فين؟ لويين كان 23 و24. لا، ده في انجيل معلمنا يوحنا 7 و8. في انجيل معلمنا يوحنا 7 و8، لما بيولع النور ده، فرب المجد قال لهم انا هو نور العالم. ده النور ده كانوا بيعملوه في العهد القديم ده عشان بيرمز ليا، ده عشان يعرفكم بس انا هو نور العالم، واللي يتبعني يصير في النور، اللي يتبعني يمشي في الظلم. لا يتبعني يمشي في الظلم. كانوا بياخدوا ميه في العيد دوت ويصبوها في المذبح، فقال لهم من يؤمن بي تجري من بطنه انهار ماء حياة. ده التعليم اللي كان بيقولها رب المجد ليها علاقه بالحاجه اللي كانوا بيعملوها، فبيوريهم المعنى الحقيقي. فيقول لك انت دلوقتي سبحوه يا جميع الامم، سبحوه يا جميع الامم. فانت اللي بتعيد الاعياد حتى اللي كانت في العهد القديم بس بمعنى روح، زي الفصح. ما المسيح هو فصح، المسيح هو فصح. يقول في اشعياء 60 على الامم: بل تسمين اسوارك خلاصا وابوابك تسبيحا، وابوابك تسبيحا. المزمور اللي احنا بنتامل فيه ده يشجع كل واحد مننا انه يسبح الله. وانا بشجعكم، يعني مرات تلاقي التسبحه من ساعه ما ابتدينا الكنيسه اللي بيحضروا التسبحه هم. طب واحد يجي في باله كده ويقول لك ايه؟ لا انا هغير. طب انا هعمل حاجه جديده في حياتي. طب انا هعمل حاجه ما كنتش بعملها قبل كده. اعمل كده مع نفسك. فكر كده مع نفسك، في حاجات يقول لك انا كنتش بعملها، هعملها. وحتى لو عصبت نفسك عليها، كتير نخصب نفسنا على حاجه بعد ما تستمر عليها كام يوم تلاقي نفسك حبيبها.
فتقدرش تبطلها. قلت أنا كنت غصب نفسي عليها، لكن دلوقتي بحب إن أنا أعملها. فسبح الرب يا جميع الأمم. إن كنتوا شركاء في الامتيازات تبقوا شركاء في التسبيح. يعني إيه؟ هو التسبيح ده نابع، تسبيح ربنا ده نابع من إيه؟ نابع من امتنان، نابع من شكر، نابع أنت عارف إيه العطايا والبركات اللي ربنا اداها لك، فبتسبح ربنا، بتسبح ربنا. والبركات والنعم اللي ربنا اداها لك لما تقعد تفكر فيها كتير، وقول لك بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. بارك يا نفس الرب، سبح الرب يا جميع الأمم. في أفسس أصحاح 5 عدد 19 القديس بولس الرسول بيقول لنا مكلمين بعضكم بعضا بإيه؟ بمزامير. مكلمين بعضكم بعضا بمزامير. مرات الواحد يجي يصلي المزامير، المزامير ده أساسا لما داود النبي أو باقي الكتاب القديسين اللي كتبوها، لأن مش داود النبي كتب كل المزامير، كتبوها في أساسا بأي نوع في اللغة، أي أسلوب لغوي، شعر. فالشعر ده بيرسم صورة، فعشان كده لما بتتأمل فيها هو الصور الشعرية اللي بيقولها في المزامير دي، الواحد بيبقى يعني متاخد كده من روعة المزمور. فمكلمين بعضكم بمزامير وتسابيح وأغاني روحية، مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. مترنمين ومرتلين في قلوبكم للرب. فتتأمل في طرق الله، تتأمل في أعماله، تتأمل في عجائب الله، تتأمل في عجائب الله. الله فتح باب للأمم من محبته لينا، ما احنا كنا غرباء. يقول احنا بولس الرسول في أفسس 2 يقول لك كنا غرباء عن رعوية إسرائيل وبلا إله وبدون مسيح في العالم. مرات القديس بولس الرسول مش هو بس في الحقيقة، حتى بطرس الرسول في الرسالتين بتوعته يرسم صورة ما بين حالنا في الماضي وحالنا في الحاضر. كنا إيه وأصبحنا إيه، كنا إيه وأصبحنا إيه. فحتى سمعنا الشيخ لما شار رب المجد جد نور إعلان ليه؟ للأمم. نور إعلان للأمم. فعشان كده ما تضيعش قلبك. وما عارف لما أشعي النبي راح للست الأرملة، أرملة أحد الأنبياء، وقال لها تروح تجيب أواني، قال لها لا تقللي، فأنت لا تقلل. سبح الرب يا جميع الأمم. يقول قلت لكم على الحال بيتكلم عنه بولس الرسول في أفسس 2 وبطرس الرسول في بطرس الأولى 2 برضه. بيقول الذين قبلا لم تكونوا شعبا. طب دي بطرس الرسول جايبها منين؟ اللي يعرف دي نجيب له هدية صحيحة. بطرس الرسول الذين لم تكونوا قبلا شعبا صرتوا شعبا، نجيبها منين؟ جيبها من هوشع. جيبها من هوشع. هوشع ابنه اسمه ايه؟ لو عمي لستم شعبي. فجاب هوشع 2 وقال لو عمي نقول عليها ايه؟ عمي. بس اللي مش فاهم كده يقول لك ايه؟ ده هوشع بيقول الراجل ده هيبقى عمي، عمي ماي انكل يعني. هي لا مش كده خالص. ده اللي لستم شعبي، ما لو انا مش فاهم حتى في الحاجة اللي أراها هفهم معنى مختلف خالص.
ده لو عمي لستم شعبي بجيتوا عمي مش انكل ده بجيتوا ايه ماي بيبول هتبقوا شعب بيتوا شعب. فبطرس الرسول بيقول الذين قبلا لم تكونوا شعبا واما الان فانتم شعب الله. اما الان فانتم شعب الله. اقول لكم ليه ديت من هوشع. هو هوشع ابنه اسمه ايه؟ لوعمي. يعني ايه؟ لستم شعبي. فبقيتوا عمي بقيتوا ايه؟ شعبي. طب بنت هوشع النبي اسمها ايه؟ لورحامة. لورحامة يعني ايه؟ لا اعود ارحم. فقال لورحامة هتبقى رحامة انا هرحمكم. فبطرس الرسول بيكمل ايه؟ الذين كنتم غير مرحومين واما الان فمرحومون. بطرس الاولى 2:10. ودي نفس الحاجه اللي خدها بولس الرسول برضه من هوشع في روميا 9. قال سادعو الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبه محبوبه. بولس الرسول ريح الدنيا قال لك زي ما قال اشعي هوشع اسف زي ما قال ايه فهو كتب الريفرنس زي ما قال هوشع. سأدع الذي ليس شعبي شعبي والتي ليست محبوبة محبوبة. دي بتدي لك إحساس أنت أنا كنت إيه وبقيت إيه أنا كنت إيه وبقيت إيه. فقلت لكم هوشع وموجودة فين؟ بطرس الأولى إيه؟ 2 ورومية إيه؟ 9. اللي أنا بقوله لكم ده دايما انت تربط كده في اسفار الكتاب المقدس زي ما قال القديس بولس الرسول في رساله كورنثوس الاولى قارنين الروحيات بالروحيات ويقول لك ده الكروس ريفرنس ان حاجه توضح لك حاجه وتربط حاجه بحاجه. يقول لما تيجي تسبح ربنا سبح الرب يا جماعه لو سبحت ربنا مره كررها كررها بنشاط وبتركيز وبانتباه وحرارة وكل يوم وكل يوم. تقول لي مرات أقف واسرح أقول استمر ودرب نفسك على جمع الفكر درب نفسك على جمع الفكر. سبحوا الرب يا جماعة الأمم. الله قال لأبونا إبراهيم قال له بنسلك تتبارك جميع الأمم. ويقول في سفر الرؤيا أصحاح 5:9-7:9 يقول حاجة جميلة خالص. يقول إيه؟ يقول وهم بيتكلم على السنة 5:9-5 ده لما فتح الختم السادس هم يترنمون ترنيمة جديدة قائلين مستحق أن تأخذ السفر وتفتح ختومه لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة. سبح الرب يا جماعة الأمة. حتى في السماء هنرنم ونسبح لربنا بترنيمة جديدة بترنيمة جديدة وتفضل جديدة على لسان الإنسان. شايفين إحساسه يقول لأنك ذبحت واشتريتنا لله بدمك لأنك سبحت واشتريتنا لله بدمك. يقول وبعد هذا نظرت رؤية 7 اللي هنشوفه في السنة وبعد هذا نظرت وإذا جمع كثير لم يستطع أحد أن يعده من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة واقفون أمام العرش وأمام الخروف متسربلين بثياب بيض وفي أيديهم سعف النخل. دول المنتصرين الغالبين. شوف ست دميانة كده هتلاقيها ماسكة سعف النخل. دول الغالبين من كل الأمم والقبائل والشعوب والألسنة. يقول لك عدد ما يتعدش كله لابس أبيض كله لابس أبيض. ويشكرك يا رب الرحمة شملت الجميع. سبحوا الرب يا جميع الأمم ولتباركوا
كافة الشعوب، يقول لأنه رحمته كثبتت علينا. رحمته شملت الكل. رحمة الله، عارف لما الله يشفق علينا إحنا خطاه، ولكن الله من محبته بيشفق علينا. الله من محبته بيشفق علينا. سبحوا الرب يا جميع الأمم، ولتباركوا كافة الشعوب، لأن رحمته كثبتت علينا. يقول لك ده الوقت اللي احنا ايه ندعو فيه الكل، ندعو فيه الكل. أقول لكم على حكاية، يا ريت لو حد فيكم يعني مش فاميليار معاه يرجع يقراها، في ملوك الثاني اصحاح 7. ملوك الثاني اصحاح 7 كانت اورشليم محاوطة بجيش من ارام من سوريا، ومش لاقين ياكلوا لانهم حاصرينهم، فالناس هتموت من الجوع. ففي جماعه برص كده عندهم مرض، قالوا احنا هنقعد هنا هنموت من الجوع، احنا خلينا نطلع للجيش اللي محاوط اورشليم ده، ادونا كان نبقى عيشنا وخير وبركه، موتونا ما احنا هنموت هنا، بدل ما نموت هنا نموت بره وخلاص، كده كده ميتين، ولكن في فرصه تانيه انه ممكن يدونا ناكل فنعيش. فراحوا خرجوا الخيام بتاعت الجيش المحاوطة، دخلوا أول خيمة ما لقيوش حد، فراحوا لقيوا في أكل، أكلوا ولقيوا في حاجات متسابة في الخيمة فخدوها، دخلوا خيمة تانية ما لقيوش حد ولقيوا في أكل وفي حاجات كتير، فقالوا البعض حاجة جميلة خالص، قالوا ثم قال بعضهم لبعض لسنا عاملين حسنا، اللي احنا بنعمله ده ايه؟ ده مش كويس. ليه؟ هذا اليوم هو يوم بشارة، يوم بشارة ده يبقى ايه؟ يبقى انجيل، الانجيل بشارة. هذا اليوم هو good news، glad tidings، ما دي كلمة إنجيل يعني good news. لما أجي أكلمك من الإنجيل أنا بقول لك خبر مفرح. فقال له إحنا ده يوم بشارة ونحن ساكتون، ده يوم إن أنا أعرف الناس بربنا وإحنا ساكتين، فإحنا مش عاملين كويس، نحن لسنا عاملين حسن، لأن اليوم ده يوم بشارة ونحن ساكتون. بولس الرسول قالها في رسالة كورنثوس الثاني، قال لو كان إنجيلنا مكتوما فهو مكتوم في الهالكين. يقول ما بيجيبوش مصباح ويحطوه تحت ايه؟ تحت مكيال. ما انا عارف عن المزمور 117 كنت ممكن اقول طب خليها لنفسك وخلاص، لا انا بقول لكم بشرككم معايا. اليوم يوم بشارة ونحن ساكتون، فإن انتظرنا إلى ضوء الصباح يصادفنا شر، فهلوم الآن ندخل ونخبر بيت الملك، نروح نقول حتى لغاية الملك. الآباء الرسل في أعمال 4 اليهود بيهددوهم، فالآباء الرسل قال لهم ما نقدرش ما نتكلمش، ما نقدرش ما نتكلمش. سبح الرب يا جميع الأمم، ولتبارك كافة الشعوب، لأن رحمته إيه؟ كثبتت علينا. فالواحد بيقرع على مراحم الله. في صلاة الآباء كانوا يصلوا يقولوا لا تغلق باب رحمتك في وجوهنا، لا تغلق باب رحمتك في وجوهنا. وفي في العهد القديم كده في تابوت العهد يقول لك ده كرسي إيه؟ كرسي الرحمة، مرسي سيت. يقول في أشعياء 54 لحيظة، اللي هي تصغير ايه؟ لحيظة تركتك،
وبمراحم عظيمة سأجمعك، بمراحم عظيمة سأجمعك، بفيضان الغضب حجبت وجهي عنك لحظة، وبإحسان أبدي أرحمك. قال وليك الرب، رحمتك ثبتت علينا. يقول لأن من إحسانات الرب إننا لم نفنى، لأن مراحمه لا تزول في التثني في المراسي لأنه مراحمه لا تزول. سبح الرب يا جميع الأمم والتبارك وكافة الشعوب، لأن رحمته إيه؟ كثبتت علينا، وحق الرب يدوم للأبد. يبقى كده خلصنا. وحق الرب يدوم للأبد. الليلويا، الليلويا يعني بريز ذا لورد، سبح الرب. المزمور ابتدى بسبح الرب وانتهى بايه؟ سبح الرب، سبح الرب. رحمتك ثبتت علينا، رحمتك ثبتت علينا، وحق الرب يدوم للأبد. لما تيجي تصلي المزامير وتكررها كده وتلاقي نفسك حفظتها، البابا شنو الله يريح نفسه يقول لك احفظ المزامير ايه؟ تحفظك المزامير، احفظ المزامير، تحفظك المزامير. حافظ عهده ورحمته الى الابد الذين يحبونه. الرحمه والحق، لان يقول الرحمه والحق تلاقيا، مزمور 85. ف وحق الرب يدوم الى الابد. يقول كده في انجيل معلمنا يوحنا في الاصحاح الاول، النعمه والحق بيسوع المسيح صارا. ورب المجد قال للمراه السامريه ان السجود لله يكون ايه؟ بالروح والحق. اخر حاجه اقولها لكم على نفس القياس بتاع مزمور 117 اللي بنتكلم فيه، في مزمور 67 هقراه لكم. بس احنا بنقوله في البركه الختاميه، لان ده موجود حتى في اذكار موسى الخزن. ليترافع الله علينا وليباركنا وليصبر علينا ارحمنا، لتعرف في الارض، لتعرف في الارض طريقك وفي جميع الامور خالص. فلتعترف الشعوب لك يا الله، فلتعترف لك الشعوب كلها، لتفرح الامم وتبتهج، لانك تحكم الشعوب بالاستقامه، تهدي الامم في الارض. فلتعترف لك الشعوب يا الله، عن زي قرر الترنيمة بيكررها. فلتعترف لك الشعوب يا الله، فلتعترف لك الشعوب جميعا، الأرض أعطت ثمرتها. فليباركنا الله إلهنا، ليباركنا الله، فلتخشه يعني يبقى في مخافة الله جميع أقطار الأرض. الليلويا. فياريت المزمور يشجعنا على ايه؟ تسبيح الله، وان احنا نشارك الخبر السار مع الكل، نشارك الخبر السار مع الكل. ما تتكسفش ولا تحرك، وبحياتك وسلوكك اكتر، بحياتك وسلوكك اكتر. ده اصغر مزمور في الكتاب المقدس، اصغر اصحاح، وهو ايه؟ السنتر، هو المركز، وكله كده عددين، وكله عددين. فده أول مزمور في صلاة الغروب. إذا أحيانا الله المرة الجاية نقول المزمور اللي بعديه، اعترف للرب نصالح ليأكل بيت إسرائيل نصالح، ليأكل بيت هارون نصالح، ليأكل أتقياء الرب نصالح. بنعمة ربنا زحيان الله المرة الجاية مزمور طويل ومختلف عن المزمور اللي احنا تكلمنا عنه دلوقتي. ربنا يدينا ان احنا دايما نكون تسبيحه في افواهنا، لإلهنا كل مجد دائم لابد.